بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما في مقاطع الفيديو التي تشرح حلول سلاسل التمارين الخاصة بطلبة الأقسام التحضيرية في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، معكم الأستاذ مقراني. اليوم إن شاء الله سنقوم بشرح حل التمرين الثالث من السلسلة الثانية. نقوم بفتح الملف من البداية. إذن مضمون التمرين اليوم إن شاء الله سنقوم بالشرح استثناء باللغة العربية حتى يتمكن أكبر عدد من الطلبة من فهم التمرين وفهم تصحيح التمرين وحل التمرين. إذن مضمون التمرين الثالث، لدينا في هذا التمرين اقتصاد مغلق بدون تدخل الدولة. دالة الاستهلاك هي من الشكل الكينزي، دالة الاستهلاك الكينزية سي يساوي سي سي دي إيكراك زائد سي صفر. وكما تعلمون أعزائي الطلبة، سي سي دي هذه تمثل الميل الحدي للاستهلاك الذي يقيس تغير الاستهلاك بتغير الدخل، وسي صفر يمثل الاستهلاك المستقل. إذا هذه سي سي دي سي لا بروبونسيون مارجينال لا كونسومي، اي سي زيرو ريبريزونت لا كونسوماسيون اوتونوم او la consommation incompressible. لدينا أيضا دالة الاستثمار. في هذه الحالة لدينا الاستثمار فيه جزء يتعلق بالنشاط الاقتصادي أو بالدخل، وجزء آخر هو الاستثمار المستقل. السؤال الأول، ماذا تعني في دالة الاستثمار؟ اشرح المعامل بي في دالة الاستثمار. الشق الثاني من السؤال الأول، حدد الصيغة الجبرية للدخل التوازني في هذا الاقتصاد. إذن نقوم بالإجابة على السؤال الأول، ماذا شرح المعامل بي في دالة الاستثمار؟ إذن ماذا يعني بي؟ بي يمثل الميل الحدي للاستثمار، هذا يمثل الميل الحدي للاستثمار الذي يقيس تغير الاستثمار بتغير الدخل. إذن في هذه الحالة لدينا الاستثمار يتعلق جزئيا بالنشاط الاقتصادي أو بالدخل، ولدينا في الشق الثاني الاستثمار المستقل. في هذه الحالة أعزائي الطلبة، دالة الاستثمار إذا قمنا بتمثيل دالة الاستثمار في منحنى بياني سوف لن يكون خط مستقيم أفقي، بل سيكون خط مستقيم مائل، ميله هو بي. إذن بي يمثل ميل الاستثمار بالنسبة للدخل في المنحنى. الشق الثاني من السؤال الأول، الصيغة الجبرية للتوازن، دخل التوازني. إذا لدينا اقتصاد مكون من عاملين اقتصاديين، العائلات التي لديها الاستهلاك والمؤسسات التي تقوم بالاستثمار. إذا في هذه الحالة التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي إيكغيك إيكال سي بلس إي. إذا الطلب الكلي يتكون من استهلاك العائلات ومن استثمار المؤسسات. نقوم بتعويض دالة الاستهلاك الكنزية ودالة الاستثمار، ثم نقوم باستخراج إيكغيك الدخل بدلالة المتغيرات الأخرى عفوا، فنجد في الأخير إيكغيك الدخل التوازني يساوي 1/1 ناقص سي سي دي ناقص بي في سي صفر زائد إي صفر. إذا كالعادة 1/1 ناقص سي سي دي موان بي تمثل المضاعف الكينزي، سا ريبريزونت
le multiplicateur keynésien wa bayn qawsayn c صفر زائد e صفر يمثل الطلب المستقل c0 plus e0 représente la demande autonome. إذن في الدخل التوازني نلاحظ أن الميل الحدي للاستثمار يلعب نفس الدور الذي يلعبه الميل الحدي للاستهلاك، أي كلما كان الميل الحدي للاستثمار كبيرا كلما ارتفعت قيمة المضاعف الكينزي. السؤال الثاني: On dispose des données numériques suivantes. لدينا معطيات حول الميل الحدي للاستهلاك والاستهلاك المستقل، الميل الحدي للاستثمار والاستثمار المستقل. المطلوب مثل بيانيا هذا التوازن في الاقتصاد، في هذا الاقتصاد التوازن في هذا الاقتصاد في معلم فيه خط 45 درجة. إذن كما تعلمون لتمثيل التوازن في معلم فيه خط 45 درجة، يعني التوازن يحدث عند تساوي العرض الكلي مع الطلب الكلي. نقطة تقاطع العرض الكلي والطلب الكلي هي نقطة التوازن في المنحنى. إذن في البداية يجب تحديد دالة الطلب الكلي، la demande globale، la fonction de la demande globale. في هذه الحالة قلنا أن الطلب الكلي يتكون من الاستهلاك، استهلاك العائلات وزائد استثمار المؤسسات. نقوم بتعويض المعطيات، معطيات، فنجد la demande globale، la fonction de la demande globale est égale 0,8 y plus 300. دالة الطلب الكلي نجدها تساوي 0.8 y زائد 300. أول ملاحظة نلاحظ في هذه الحالة أن الطلب الكلي في هذه الحالة سوف لن يكون موازيا لدالة الاستهلاك الكينزية. لماذا؟ لأن دالة الاستهلاك الكينزية لها ميل يساوي 0.6، أما دالة الطلب الكلي في هذه الحالة يكون ميلها يساوي 0.8. إذن التوازن في هذا الاقتصاد إذا قمنا بحسابه رياضيا أو جبريا نجده، يعني بالتعويض هنا نجد أن الدخل التوازني يساوي 1500 وحدة نقدية. كما تعلمون هذا الدخل التوازني يمكن تمثيله بيانيا بطريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى هو نقطة تقاطع بين العرض الكلي والطلب الكلي، والطريقة الثانية هو نقطة تقاطع دالة الاستثمار مع دالة الادخار. الرسم البياني موضح هنا. إذن لدينا خط 45 درجة أو خط العرض كما يسميه بعض الاقتصاديين، الذي يمثل أيضا تساوي الطلب الكلي والعرض الكلي. في كل هذه النقاط يكون الطلب الكلي يساوي العرض الكلي. لدينا تمثيل البياني لدالة الطلب الكلي التي وجدناها تساوي 0.8 y زائد 300. كالعادة لتمثيل هذه الدالة يكفي إعطاء قيمتين للدخل وإيجاد قيمتين للطلب الكلي، وبذلك يمكن تمثيل دالة الطلب الكلي. إذن الطريقة الأولى قلنا نقطة تقاطع دالة الطلب الكلي مع خط العرض أو خط 45 درجة يمثل نقطة التوازن، اللي هو لقينا Y الدخل التوازني يساوي 1500. الطريقة الثانية هي يعني نقطة تقاطع دالة الاستثمار ودالة الاستهلاك. كما قلنا سابقا في هذه الحالة الاستثمار ليس خط مستقيم أفقي، بل هو خط له ميل، الميل هذا هو الميل، خط ميل الاستثمار، وهذه دالة الادخار التي نستنتجها من دالة الاستهلاك الكنزية.
فكما تعلمون الادخار ما هو إلا الدخل ناقص الاستهلاك. إذن آس يساوي إجراك ناقص سي، نقوم بتعويض سي فيصبح إجراك ناقص 0.6 إجراك ناقص 100. إذن آس دالة الادخار هي 0.4 إجراك ناقص 100. نقوم بإعطاء قيمتين لإجراك فنجد قيمتين لآس ونمثل دالة الادخار في البيان في المنحنى البياني. إذن الطريقة الثانية نقطة تقاطع الاستثمار، دالة الاستثمار ودالة الادخار تعطينا أيضا نفس الدخل التوازني الذي هو الذي يساوي 1500 وحدة نقدية. السؤال الثالث، استثمار المستقل يرتفع ب 25%، كان في البداية عندنا 200 وحدة نقدية، ارتفع ب 25% أي بربع قيمته، ربع 200 هي 50 وحدة نقدية. دونك إذن القيمة الجديدة للاستثمار المستقل تصبح اي صفر زائد دلتا اي صفر يساوي 200 زائد 50. إذن القيمة الجديدة هي 250. في هذه الحالة يكون لدينا دخل توازني جديد، يكفي تعويض القيمة الجديدة للدخل للاستثمار المستقل في الطلب المستقل هنا لإيجاد الدخل التوازني الجديد، علما أن المضاعف الكينزي يبقى دائما يساوي 5 مثل الحالة الأولية أو في التوازن الأولي. إذن دائما المضاعف الكينزي يساوي 5. إذن الدخل التوازني الجديد هو 1750 بارتفاع الاستثمار المستقل ب 50 وحدة. هناك طريقة ثانية لحساب الدخل التوازني الجديد، من أين نأتي بهذه الطريقة الثانية؟ من دالة التوازن. هنا نستنتج مضاعف الاستثمار المستقل، إذن من هنا نستنتج أن دلتا إجراك يساوي ك فوا دلتا إي، ومنه دلتا إجراك يساوي ك فوا 50، دلتا إي اللي هو 50 اللي قلنا. إذن 50 ك يساوي 5، عفوا أعزائي الطلبة كان هناك خلل تقني في جهاز الإعلام الآلي. إذا قلنا يمكن استخلاص الدخل التوازني الجديد بعد ارتفاع الاستثمار المستقل من مضاعف الاستثمارات المستقلة بحيث دلتا إجراك يساوي ك فا دلتا إي، دلتا إي يساوي 50، 50 في 5 إذا دلتا إجراك يساوي 250. إذن إجراك إطوال بريم أو الدخل التوازني الجديد يساوي الدخل التوازني الأولي زائد دلتا إجراك